إذن كما سمعتوا الحكم سليم جديدي ببدر منه هو بقية حكام النخبة. إن شاء الله الجمعة القادمة بيكون اجتماع 6 متاع العشية في مدينة المونستير لتدارس وضعية الحكام والإشكالات المطروحة سي هشام على الحكام خاصة. والله هي مبادرة معناها من الحكم سليم جديدي. تعرف سليم جديدي معناها حكم دولي معناها عنده تجربة. ممكن صارت حاجات في الأسابيع الأخيرة تجاه العائلة التحكيمية أنه خذاء هو المبادرة باش يلم الحكام معناها الحكام الجمهورية كل معناها حسب حتى البلاغ اللي شفناه تو مش هو في صفة بلاغ معناها أو استدعاء رسمي لكل حكام العائلة التحكيمية للعائلة التحكيمية لتدارس بعض النقاط. ممكن النقاط هذو ما نشاهدوهم في أثناء الاجتماع معناها يعني. والله هو كما قلت لك مبادرة شخصية من معناها مبادرة يعاقب عليها هذا التجاوز لحدود دوره كحكم والمسؤولية هذه تعود بالنظر للإدارة الوطنية للتحكيم. لازم توقف كل واحد غدوة يلم العباد يجي نحكيه في كذا ثم هياكل راي الكرة والبلاد تمشي بالهياكل وبالمؤسسات. ما نجموش وديا يعني رسميا هكا والاستدعاء والناس الكل مش عايت لها وديا عايت لهم في عرس في طهور في كذا عايت لهم وديا وديا يعني مش يتلم. اما هذه طرح قضية وطنية تم سلك وطني هناك هياكل حسب رأيك مازال ما خدناش هناك هياكل هي اللي تصدر قرارات معناها مش قرارات باش يصدروها ولا باش يخرجوا بقرارات باش يقولوا ما عندهمش حق. ما هو من غادي تبدا المشاكل وتبدا المطالبه بالقرارات وتبدا المطالبه بهذه وبدل لي هذه وعمل لي هذه في انا اطار عندك جمعيه عندك وداديه في التحكيم موجودين ثم جمعيه حكام وداديه الحكام قاموا بالبادره مرحبا اداره الوطنيه مرحبا كبادره شخصيه اعتقد انه فيها نوع من التجاوز للهياكل المجتمع. مش يتلموا يتفهموا في شنو باش يعملوا برنامج عمل كيفاش ما عمله ثم اطر تتلم هذا سامحني باه واضح باهي نمشي ولا نرجعوا للمباراه راي راهو قلت لك راي اكيد مختلف بالنسبه لمباراه الاولمبي الباجي ونادي صفاقسي للمره السابعه يفوز الاولمبي الباجي نتيجه هدف لصفر على نادي صفاقسي وبعد خمس سنوات ايام افريل 2009 يفوز الاولمبي على نادي صفاقسي اول انتصار للاولمبي الباجي في تسع مباريات لعبها على ميدان وكلما يقبل نادي صفاقسي هدف الاول ينهزم في اللقاء خمسه على خمسه وسجل نبيل الميساوي الهدف السابع له في الموسم الحالي. نادي نرجعوا للمباراه هذه هل انه اصرار الاولمبي الباجي بالنسبه لي هو كانت مباراه هذه مهمه جدا خلاها ينتصر ام انه نادي صفاقسي المباراه هذه ما كانش في نهار؟ لا بالضبط نعطيه استحق الاولمبي الباجي يعني الفريق هذايا ضيع برشا نقاط على ارضيه ميدانه. ناكدوا ان المقابله ما شاهدناش يعني بكلها المقابله هذه ضيع مع زاد الفرق اللي تلعب معها مع المتلوي مع كذلك القذوان يعني ضيع نقاط ثمينه مع فرق تلعب معها ويجي اليوم مع نادي صفاقسي. قال محمد الكوكي انتصرت على اكثر احسن فريق يلعب في كوره حاليا في تونس شاطر رأي نادي صفاقسي تو من افضل الفرق قاعد تلعب يعني كرة جميلة وبالواقعية ومع تحقيق النتائج الطيبة كذلك من أحسن الفرق في إفريقيا محمد يقول باش يعطي أكثر قيمة للانتصار نتاعو وفعلا هو انتصار كبير وانتصار ثمين للأولمبي الباجي. خلينا الاستنتاجات عن المقابلة هذه أول مرة أول شيء على الخيارات بالنسبة لنادي صفاقسي كانت تذكر الأسبوع القادم الفارط شاهدنا الحناشي ظاهر أيمن اليوم الدربالي ظاهر أيمن بحكم أنه يلعب خارج القواعد ضد باجا باش يعرف أنه باجي باش يحاول أنه ينتصر المقابلة هذه والحناشي يرجع صنع العاب لكن المشلوين محمد علي منصر هو اللي كان ما كانش موجود لما دخل اعطى الاضافه شاهدنا زوج ثلاث فرص خلاص محمد علي منصر كذلك اليوم غياب ياسين الخليسي مره اخرى اللي نتمنى له الشفاء العاجل نقول لك عنده يومين او ثلاثه في المساحه لانه عنده وعكه صحيه منذ ثلاث اسابيع تتبع فيه ومنذ البارحه هو في مساحه في تونس العاصمه نتمنى له الشفاء العاجل لهذا المهاجم الممتاز. حاجه اخرى نبيل المساوي سبع اهداف في سن متقدمة نجم نقول نبيل المساوي مثال يحتذى به نبيل المساوي على مستوى الأخلاق على مستوى الانضباط داخل الميدان وخارجه حتى طريقة التعبير على الفرح نتاعو فيها برشا اتزان سبعة أهداف في المركز الثاني في ترتيب الهدافين في فريق الأولمبي الباجي سبعة من 12 يعني أكثر من نصف الأهداف سجلها نبيل المساوي نقول أنه باجا اليوم أعاد توزيع الأوراق من جديد لانه 14 نقطة اصبحت قربة لقدام 15 يعني نقولوا من المرتبة الثامنة من حملنف 23 نقطة إلى الأخير لما بيجي 14 نقطة تسعة فرق في 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 فارق ثمان نقاط يعني هذا من الكل يلعبوا من أجل تفادي النزول شوية تنفسوا شوية يمكن سيابي والمرسى والملعب الجيبسي إلى اليوم يكون فخور بهذه النتائج اللي حققها ثم كوكبة أخرى ستة نقاط بين الملعب الجيبسي 26 وجي النجم الساحلي 32 يعني اصبحت ثم نجم نقولوا ثلاثه كوكبات ثلاثه مجموعات كوكبه اولى من اجل
نجم نقولوا كاس بيت الابطال والكاف والفوز باللقب، زوج ثلاثه فرق يمكن تمنع على بكري بلغه الكوره، والبقيه الكل الامور كلها متشابكه في بعضها. الفريق اللي مش يحاول انه يجني النقاط خصوصا في المواجهات المباشره، الفرق اللي مش يكون مركز اكثر هو اللي مش يمنع نجم نقول على بكري. ونذكر انه ثلاثه فرق تنزل، يعني مازال ما تلعب حتى شيء، كل شيء قادر ان يصير. برافو للاولمبي البيجي، ثلاثه نقاط عن جداره، عن استحقاق، نتيجه العمل المثابره، التمسك نتاعهم بالمدرب نتاعهم. محمد شهاده اللي صبر وكان يخمم باش يغادر بطبيعه الحال، شهاده اللقطه نتاع فرحه اللاعبين وهز المدرب نتاعهم العنير الملاعبيه. راهو احنا مدربين نعرفوا ما يعملوا حركه كي هذه الا ما يكون مدرب يستحق، مدرب قاعد يقدم في 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 التمارين في طريقه نوعيه نتاع التمارين الملاعبيه عاملين بها كيف ويقبلوها علاقة طيبة، يعني الاجواء الكل تخليك تخلي هذا الانتصار يجي اليوم باش يرجع يعطي نكهه جديده للبطوله في اسفل الترتيب. سي هشام، مقابله الاولمبي البيجي ونادر الصفاقسي نشوفوا معناها الحقيقه مقابله ذات رهان للزوز فرق. أدارها سليم جديدي بكل اقتدار، وحسب اللقطات اللي عنا واللي شابها معناها جابها الفريق الصحفي نتاعنا ما فما حتى لقطة معناها تستحق الذكر، معناها كانت كل شيء في إطاره الحمد لله. واضح. نرجو نكملوا مع سي اس اس مع نادي الصفاقسي والسوسيوس، كانوا قاموا بالجلسة الانتخابية الخاصة بهذا الهيكل الخاص بمنخرطين.